مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القليلة القادمة. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء رطبة بشكل عام، ضباب خفيف مع 14 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة أيضا 14، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون معتدلة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تسود أجواء كما ذكرنا مستقرة بشكل عام وصافية، المفرق 28 إلى 15، إربد 26 إلى 16، جرش 27 إلى 16، وعجلون 25 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء طقس صافي 28 إلى 17، البلقاء 25 إلى 16، عمان 25 إلى 15، مادبة 26 إلى 15، والبحر الميت 32 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 25 إلى 14، نفس الحرارة تقريبا في الطفيلة، الشوبك 23 إلى 14، معان 30 إلى 17، والعقبة 34 إلى 23 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، الأزرق 33 إلى 16، الصفاوي أتربة مثارة مع 34 إلى 16، ورويشة 33 إلى 18 مع أجواء صافية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.